ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. احتج رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو على منع برلمانيتين من دخول البرلمان بسبب عدم توفرهما على جواز التلقيح. وخلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أخذ بوانو الكلمة وعبر عن احتجاجه بسبب منع البرلمانيتين من دخول البرلمان رغم توفرهما على اختبار سلبي يثبت عدم إصابتهما بالفيروس. وقال بوانو مخاطبا رئيس الجلسة: هذا أمر غير مقبول، إذا كنا نحن لا نحترم ولا نطبق القانون بطريقة سليمة فكيف سندعو المواطنين لتطبيقه؟ من أجل النظام الداخلي. نعم. عندنا الدستور الفصل 6 والفصل 64، وعندنا النظام الداخلي الفصل 10 والفصل 358. هذه مؤسسات شرعية سيد رئيس. نعم. الآن يتم رفض أو منع جوج ديال السيدات النائبات من ولوج هذا البرلمان بدعوى ما عندهمش يعني جواز تلقيح، ولكن عندهم بي سي ار نيجاتيف، فغير معقول. هذه مؤسسة شرعية، إذا كنا احنا ما كنحترموش القانون وما كنطبقوش بطريقة سليمة كيفاش بغينا المواطنين يطبقوه بطريقة سليمة؟ فلذلك السيد الرئيس أنا أدعوكم أنتم من المنصب ديالكم مع الرئيس ديال المجلس مع المكتب أن تتخذوا ما يلزم باش يجيو هاد السيدات والسادة النواب باش يكملوا معنا، وإلا غنكونوا في واحد الممارسة اللي هي غير ديمقراطية. شكرا.